بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة الثالثة ابتدائي، غنستكملوا مع الصفحة 21. عندنا في الأول ديال الصفحة ألون توس أليكول، يعني فلنذهب جميعا إلى المدرسة. طبعا الحال كما قلنا فيما سبق أن ألون هذا لو فيرب ألي، طبعا الحال مصرف في الأمر، إذن سي لو فيرب ألي كونجوغي على إمبيراتيف. في البريزون في الحاضر ماذا أقول؟ جو في يعني أنا أذهب، tu vas, il va يعني هو يذهب، elle va يعني هي تذهب، nous allons, vous allez, ils vont يعني هم يذهبون الآن. أما مثلا في الأمر فنقول va، يعني طبعا الحال في ثلاثة ديال الضمائر، نقول لشخص أمامنا va à l'école مثلا، اذهب إلى المدرسة. أما allons يعني فلنذهب، يعني يلا نمشيو، أو allez يعني فلتذهبوا، مثلا allez à l'école يعني فلتذهبوا إلى المدرسة. طبعا الحال كما قلنا فيما سابق allons tous à l'école يعني فلنذهب جميعا الى المدرسه. عندنا في البدايه ديال النص جولي انا اقرا، هذا لو فيرب لير يعني قراءه، يعني شفنا الصرف ديالو فيما سابق. اذا عندنا سميره، سميره لا ميتريس، سميره شكون هاد سميره؟ طبعا الحال عندنا واحد الفاصل هنا فيرغول اون فيرغول، ثم بعدها لا ميتريس سي تادير سي لا ميتريس، انها المدرسه. va voir titrit يعني أن سميرة المدرسة، va voir titrit يعني أن ذهبت، يعني أن تذهب في الحقيقة لترى titrit. طبعا الحال كما قلنا الآن بأن لو فيرب آلي تنصرفو تنقولو جو في، tu vas, il va، عندنا مع آل آل va يعني سميرة لا ميتريس va يعني سميرة اللي هي المدرسة، va يعني أنها تذهب، المقصود أنها ذهبت va voir، ذهبت لترى. طبعا الحال لو فيرب voir هو رأى، فعل رأى. طبعا الحال عندنا voir هنا ما مصرفش، علاش؟ حيت جا مباشرة بعد فعل آخر. الفعل ملي تيجي بعد فعل آخر، الفعل الأول تيتصرف، الثاني ما تيتصرفش. إذا عندنا سميرة va voir، يعني أن سميرة تذهب لترى. إذا سميرة va voir تيتخيت، يعني أن سميرة تذهب لترى تيتريت. لا مامون دو شيما، شكون هي تيتخيت أيضا؟ عندنا فاصلة باش نقولو شكون هي؟ لا مامون دو شيما، يعني هي أم شيما. كما تنشوف في أول النص عندنا سميرة، يعني ذكرنا واحد الإسم، ولكن هاد الإسم ديال من؟ واش تيعود لتلميذة أو تيعود لأم؟ ما عرفناش شكون. إذا بطبيعة الحال عملنا فاصلة باش نقولو شكون هاد الإسم، شكون اللي تنعنيو به. إذا سميرة أون فيغيل ثم لا ميتريس، سميرة لا ميتريس المقصود بها سميرة اللي هي مدرسة، مالها؟ فافواغ تيتخيت، يعني أن ذهبت لترى تيتخيت. طبيعة الحال تيتخيت أيضا ما عرفناش شكون هي، درنا فاصلة ثم لا مامون دو شيما، يعني أنها تيتخيت هي لا مامون دو شيما. ثم بعدها أ لا ميزون، أ لا ميزون شيما تيس أن تابي، يعني أ لا ميزون في المنزل شيما، يعني أن شيما تيس سي لافيغ تيسي، يعني أن تنسوجو شاماتيس أن تابي، يعني أن شامة تنسوجو ماذا؟ تنسوجو سجادا، أو أن تنسوجو ضربية كما تنقولو حنا. إذا أ لا ميزون شاماتيس أن تابي، إذا في المنزل شامة تنسوجو ضربية. إذا كما تنشوف في الصورة أن شامة تنسوجو ضربية، سيغ ليماج على الصورة أون فوا شامة كي تيس أن تابي، يعني أننا نرى شامة التي تنسوج ضربية. On voit aussi يعني أننا نرى أيضا. Sur l'image nous voyons sa mère la maîtresse assise avec Titrit la maman de Shama، يعني على الصورة نرى سميرة المدرسة جالسة مع Titrit أم شامة. طبعا الحال تنتكلموا هنا على لو فيرب أسواغ، تنتكلموا على لو فيرب أسواغ يعني فعل جلسة أو ساسواغ يعني في حالات أخرى. إذا sur l'image على الصورة nous voyons نحن نرى سميرة لا ميتريس أسيز افيك تيتريت لا مامون دو شيما، كما قلنا أ لا ميزون شيما تيس أن تابي، يعني في المنزل شيما تنسوجو ضربية. ثم عندنا بعدها تيتريت اللي هي الأم ديال شيما، سميرة هنا تنادي على تيتريت بإسمها، تقول لها تيتريت. طبعا الحال أن تيتريت ستقول لها ماذا؟ ستقول لها وي نعم، ستكمل المدرسة كلامها فتقول لماذا شامة دو روفونيغ ليكول.
المدرسة ستكمل كلامها فتقول مثلا شاما دو روفونيغ على ليكول، يعني أن شاما الدوا لو فيغ دوفوار، يعني أنه يتوجب تتوجب، المقصود أنه واجب عليها، دوا يعني أنه يجب أو أنه يتوجب، إذا شاما دوا بحال تنقولوا بأن شاما هي اللي تتوجب، ولكن المقصود أنه من الواجب يجب بهذا المعنى. إذا شاما دوا يعني أن شاما عليها revenir à l'école، يعني أن تعود، طبعا الحال عندنا venir هي جاء، revenir يعني أنه عاد. إذا شاما دو revenir يعني أن شاما عليها أن تعود à l'école للمدرسة. إذا واضح، إذا واضح بأن الزيارة ديال سامي على ميتريس اللي مشات تشوف تيتخيت يعني أنها مشات تشوفها على ود بنتها باش ترجعها للمدرسة. طبعا الحال كما رأينا في بداية النص Samira, la maîtresse, va voir Titrit, la maman de Shama. يعني أن ذهبت لترى تيتخيت اللي هي أم شامة. إذا بطبيعة الحال كما قلنا بأن في المنزل أنها رأت شامة تنسوج زربية. À la maison, Shama tisse un tapis. ثم ماذا قالت المدرسة للأم تيتخيت؟ بطبيعة الحال الأم ستنظر إليها منتبهة فتكمل المدرسة كلامها فتقول شامة دوا غوفونيغ à l'école. يعني أن شاما يتوجب تتوجب، المقصود أنه عليها revenir à l'école يعني أنها تعود للمدرسة. إذا عندنا في الأسفل مو أوتي، مو أوتي يعني كلمات أدوات كما رأينا في البداية، يعني أننا سننظر كلمات نستعملها طبعاً حال في اللغة، طبعاً حال كنا قد رأينا يعني بعضها فيما سبق، الآن سنرى لا دو أ. لا سي اون ارتيكل يعني هي واحد الأداة من الأدوات، بطبيعة الحال بحال بحال لو بحال لي، بطبيعة الحال في المؤنث نقول لا، في المذكر نقول له، بطبيعة الحال والجمع ديال هاد الجوج هو لي، هو الأداة لي. تنقولوا مثلا لا غاغل، لا غاغل يعني المسطرة، يعني هي هاد اللي عندنا حنا في اللغة العربية. فين تتختلف على اللغة العربية؟ أنها تتحدد لنا الكلمة واش هي مذكرة أو مؤنثة، مفردة أو جمع. مثلا تنقولوا لا غاغل يعني المسطرة، ولكن هاد لارتيكل لا أنها تتبين لنا بأن هاد كلمة غيكل بأنها مؤنثة، بأن الاسم مؤنث، بأن الكلمة مؤنثة. مثلا عندما نقول لو ستيلو، بطبيعة الحال نفس الشيء أنها تتعني ال بحال في اللغة العربية، الفرق أن لو تتبين لنا بأن كلمة ستيلو أنها مفردة ثم أنها مذكرة، ولكن عندما نقول لي غيكل أو لي ستيلو هنا بطبيعة الحال هاد لي أن تتبين لنا بأن هاد الكلمة هي جمع، ولكن ما تتحدثش لنا تأنيث التذكير بحال له وبحال لا. إذا تقريبا بحال المعنى ديال ال في اللغة العربية، هذه الأداة لا. بالنسبة لدو إي أ، هادو سو سون دي بريبوزيسيون، يعني بحال تنقولوا أدوات الجر دو أ. بطبيعة الحال حنا ما غنمشيوش مع المعنى ديال التسمية، ولكن اللي تيهمنا أكثر هو الاستعمال ديالها. بطبيعة الحال الاستعمال ديالها تيجي مع التدريب ديال وجود هاد الأدوات وديال هاد الحروف يعني ضمن الكلمات. فقط اللي نبغي نشير له هنا أن هاد حرف الجر هاد لا بريبوزيسيون أ أن ماشي أ ديال أفواغ. طبعا الحال أفواغ تنقولو جي تويا إل أ، إذا هاديك أ راه ماشي هي هاد أ اللي هنا. هاد أ طبعا الحال كما تنشوفو عندها واحد لاكسون غاف، عندها واحد الشريطة الفوق تتميزها على أ ديال أفواغ. إذا عندنا في الأسفل جو روتيان، جو روتيان يعني أنا أستنبط إن صح التعبير، سلافيغ روتونيغ. إذا عندنا الصورة الأولى كما تنشوفوا سامغة، سامغة بطبيعة الحال الكتابتان، الكتابة الفوقانية والكتابة اللي في الأسفل. بطبيعة الحال الكتابة اللي في الأسفل أنها تكون بهذا الشكل عندما نكتب يدويا. إذا سامغة، سامغة. ثم عندنا لا ميزون، إذا كما تلاحظوا لا، هاد الأداة لا تتجي هنا باش تبين لنا بأن ميزون يعني هي كلمة مؤنثة. إذا تنديروا هاد لا قدام الكلمات اللي تتكون مؤنثة يعني ماشي مذكرة، أيضا اللي تتكون مفردة. في الكتابة الأخرى عندنا لا ميزون، لا ميزون. ثم عندنا أن تابي، أن تابي يعني سجاد ماشي السجاد. باش تكون عندنا كلمة السجاد يعني نزيدو لها ال يعني خاصنا نديرو له يعني المذكر ديال لا، يعني أن له تجي قدام الكلمات المذكرة لا
تجي قدام الكلمات المؤنثة بحال كلمة ميزون. إذا طابي نقول أن طابي أو نقول لو طابي، يعني ما تنستعملوش لا، ما تنقولش لا طابي، تنقولو لو طابي. إذا كما نرى الكتابتان عندنا أن طابي أن طابي. ثم عندنا في الأخير شامة شامة تيس شامة تيس سلافير تيسي كما قلنا، يعني فعل نسجة سلافير تيسي فعل نسجة. إذا شامة تيس يعني أن شامة تنسج بالكتابتان كما نرى شامة تيس شامة تيس. ثم عندنا في الأسفل كومبيتونس يعني قدرات، يعني الممتلكات ديال الشخص من خلال تدريب من خلال ما استنبطه. كومبيتونس يعني القدرات. إذن على فان دو سيت سومين تي سورا كابابل، يعني في نهاية هذا الأسبوع أنت ستكون قادر تي سورا كابابل دو سالوي اي دو رميرسي، يعني أنك غتكون قادر باش تسلم وباش تشكر. تسلم على شي واحد أول مرة غتلقاه وتشكره في حالة إلى استدعى الأمر ذلك. إذن تي سورا كابابل طبعا الحال تي سورا هذا لو اتر تنقولو جو سوي توي إلي نو سون فوزيت إل سون، ولكن هذا في البريزون. في الفيتور يعني أنك أنت ستكون، من تنقولو جو سوي يعني أنا الآن كائن ولكن أنا سأكون، هنا تدخل لو فيتور يعني المستقبل. إذا نقول جو سوري تي سورا إل سورا نو سورون فو سوري إل سورون. إذا بطبيعة الحال تي سورا كابابل أنت ستكون كابابل قادر، قادر على ماذا؟ دو سالوي بأن تسلم اي دو ريميرسي وان تشكر وان تشكر. ثم عندنا دو لير سيتادير تي سوا كابابل دو لير، يعني انت ستكون قادر على قراءة، قراءة ماذا؟ لسون يعني الاصوات اي ام اي ام، يعني انك ستكون قادر على قراءة صوت اي ثم ام. نعيد فنذكر بان الصوت يعني هو اللي تسمع، يعني ممكن حنا مثلا هاد الصوت اي ممكن نعبروا عليه بهاد لافويال اي، ولكن ممكن في لغه اخرى هاد اي ممكن يعبروا عليه بواحد الكتابه اخرى. ملي تنتكلموا على لوسون تنتكلموا على داكشي اللي تسمع. طبعاً الحال اكيد في اللغه الفرنسيه غنعبروا عليه بهاد الكتابات. اذا تي سورا كابابل دو لير لي سون اي ام لي مو، وايضا ستكون قادر على قراءه ماذا؟ لي مو يعني الكلمات لي فراز لي كونتونون، يعني الكلمات والجمال لي كونتونون يعني المحتويات لهما. طبعا الحال لي يعني كما لو نقول لهم المحتويات لهم، ولكن المقصود المحتويات لهما، يعني انك ستكون قادر على قراءه الكلمات اللي تحتوي اي ام، وغتكون قادر على قراءة لي فراز يعني الجمل لي كونتونو يعني المحتويات لهما، يعني المحتوية على اي و ام. ثم ستكون قادر على ماذا؟ دو لير يعني على قراءة ان طابلو دو سيرفيس، يعني غتكون قادر على قراءة جدول دو سيرفيس يعني ديال الخدمات. ملي غتلقى واحد الجدول تضمن خدمات معينة غتستطيع تقراه. ديكخير اذا دو ايكخير ستكون قادر على كتابة. تي سورا كابابل يعني أنت ستكون قادر دو إكخير، طبعا حتى تولي عندنا ديكخير يعني أنك ستكون قادر على كتابة كوريكتومون يعني بشكل صحيح إي أم، يعني أنك ستكون قادر على كتابة بشكل صحيح ماذا؟ إي أم يعني الصوت إي والحرف أم. ستكون قادر أيضا على ماذا؟ داتخ سنسيبل، يعني أنك ستكون قادر بأن تكون كابابل ديتخ. طبعا الحال عندنا لوغ إتخ يعني الكينونة مرة أخرى. هنا شوف هاد لوغ إتخ كيفاش يتستعمل، يا في الصرف ديالو يا فاش يكون ما مصرش، يعني تي سورا كابابل ديتخ يعني أنت ستكون قادر على ماذا؟ ديتخ بأن تكون سنسيبل. سنسيبل يعني حساس. أو دغوا دو شاكان على سكولاريزاسيون، يعني المقصود أنك ستكون تحس، يعني أنك ستكون مستشعرا، يعني أنك ستكون مستشعرا بمعنى آخر. إذا تي سورا كابابل ديتر سنسيبل يعني بأنك ستكون قادر بأن تكون حساس، المقصود بأنك ستكون مستشعرا. أو دغوا يعني لحقوق، لو دغوا يعني الحق. دو شاكا لكل واحد، شاكا يعني كل واحد كل شخص. على سكولاريزاسيون للتمدرس،
لا سكولاريزاسيون المقصود بها التمدرس، يعني انك ستكون مستشعرا لواحد الحق ديال كل واحد من الاشخاص بانه من حقه انه يتعلم. هذا هو المقصود، من حقه انه يدخل للمدرسه لكي يتعلم. اذا هذا هو المقصود بهذا النص هنا في امان الله.